لمتابعة حول هذا الموضوع تنضم إلينا رئيسة جمعية الأمل العراقية السيدة هناء إدوار. أهلا بك سيدة هناء إدوار. كانت معي رئيسة لجنة المرأة النيابية قبل قليل وأشارت إلى أنه من المفترض أن يحسب ما قدره 7 تريليون دينار من أجل حل هذه الأزمة، أزمة الأرامل في العراق، لكن عجز ميزانية الدولة والوضع الصعب الاقتصادي في العراق حاليا يحول دون تحقيق ذلك. أنتم كجمعية الأمل العراقية كيف تقيمون وضع المرأة في العراق؟ مرحبا بك وبمشاهديك الكرام. أيضا أود أن أقول أن أحيي في هذا اليوم شريحة واسعة من أخواتنا ومن بناتنا أيضا اللي يعانون الأمرين، واللي أيضا لا تزال شريحة منسية في من قبل الدولة نسبيا. يعني هي مو فقط تخصيص أموال، هؤلاء الأرامل يعني من خلال علاقتنا القريبة ويا أعداد غير قليلة من عندهم، وكان من ضمنها زيارتنا إلى المنطقة الغربية ولقائنا بالعشرات من عندهم بعد تحرير الأنبار، وأيضا تواصلنا كمنظمات مجتمع مدني في علاقة من أجل تأهيلهم وتمكين اقتصادي، إيجاد تمكين اقتصادي لهذه الشريحة. أضف إلى ذلك إحنا نسعى أيضا أنه من إحدى القضايا المهمة أن هؤلاء مسؤولات عن أيتام، يعني كل وحدة برقبتها مثل ما يقول واحد بين 3 إلى 4 إلى 7 أحيانا من الأطفال، وهي معنية بتربيتهم. يعني من خلال عملنا طيلة هذه السنوات لا تزال ترن في أذني إحدى الأرامل اللي حينما وجه إلها سؤال ما هو نفع أن تكونين ضمن منظمات مجتمع مدني ينطوج حول حقوق الإنسان، أجابت بكل ثقة، قالت هذه أنطتني قوة، أنطتني منحتني ثقة بنفسي في كيفية تربية أطفالي في هذه الظروف الصعبة. وبالتالي اللي أنا اللي أقوله وأشدد عليه هي مو فقط المساعدة المادية، هؤلاء بأمس الحاجة إلى الجانب المعنوي، أن ننطيها ثقة بأنفسهم، أن نخليهم تشعر أن هي طاقة، أن هي إنسانة تستحق الحياة، وتستحق الحياة مو فقط أنا أعبي في بطنها، وإنما يجب أن أعبي في دماغها، في قلبها، في مخها، كيف ممكن أن تتجاوز هذه المحنة. طيب. هناك من يحاول أن ينطي حلول أخرى في سواء مالية أو سواء أيضا يقول يروح زوجوها خلصوا من عدها خلي تنستر، هذه مو حلول. إذا المسألة ليست بحاجة فقط إلى دعم مادي، أيضا هي بحاجة إلى إعادة تأهيل نفسي ودعم معنوي كما أشرتي سيدة هناء. لكن على الصعيد المادي وهو صعيد مهم جدا، وقد أشرتي أنكم كمنظمات مجتمع مدني تزورون المناطق الغربية الآهلة بهذه الفئة من المجتمع، فئة الأرامل، خصوصا مع مشكلة النازحين أيضا تتضاعف هذه المسألة. ما هي أبرز المطالب التي سمعتيها وواجهتيها من قبل هذه الشريحة في هذه المنطقة خصوصا بما يخص الأرامل من عائلة النازحين؟ نعم، يعني لاحظنا أنه العديد من عندهم يفتقدون إلى وثائق قانونية تثبت زيجاتهم وتثبت أيضا بنوتهم للأطفال. يعني كثير من هؤلاء الأطفال بدون وثائق، أيضا الزيجات غير مسجلة، وهناك مشاكل أيضا قضايا تتعلق بالاعتراف بالبنوة إلى آخره، أيضا قضايا العادات والتقاليد في المناطق الغربية العشائرية، يعني تحد أنه تجعل المرأة خليها قاعدة بالبيت ما تطلع، زين يابا خلي تروح تدور على وثائقها تشوف حل إلها، لا 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 هي فقط تقعد بالبيت، هذه مو حلول، أنه مجتمعنا ما يسمح، لا إحنا لازم نطلع من هذا الجو اللي يشعر المرأة أنه هي فقط خلصت حياتها، لازم تبتدي حياة، أنه نعطيها فرصة للتعليم، فرصة لأنه تبحث عن تأهيل نفسي، جميل. فرصة لأن تحول أنه حياتها طيب. من أنه تكون فقط يعني مجرد يعني وجودها في داخل عائلتها أو عائلة طيب. سيدة هناء زوجها سيدة هناء يجب أن تعني أنه شلون تربي أطفال، هذه الشريعة تربية الأطفال هذه هي أيضا معنية بهذا الجانب بالتأكيد سيدة هناء، لكن هذه الشريحة الواسعة تعليمهم
متابعة وضعهم الصحي. نعم. هذه الشريحة الواسعة والتي تتفاقم مشكلتها يوما بعد يوم، خصوصا بعد مسألة التحرير، لا شك أن هذه الشريحة الحكومة تراها، الدولة تراها، ما هي أبرز المعوقات التي تقف حائلا دون حل هذه المشكلة حتى الآن؟ يعني أنت أخذي بنظر الاعتبار، يعني الكثير من هؤلاء يعني في سن الشباب الفتي، يعني إحنا التقينا بعشرات، أغلبية من عندهم بين ال 15 إلى 35، يعني في إمكانيات كطاقة، طاقة بشرية قابلة للعلم، قابلة للعمل، قابلة للتأهيل، هذه إذا استخدمت واستثمرت أنا باعتقادي. لماذا لا تستثمر إذن سيدة هناء؟ تتجاوز محنتها، هذه ما موجودة. لماذا لا تستثمر يعني حتى الآن؟ يعني هو غياب التخطيط، أنا باعتقادي غياب التخطيط وأيضا الإهمال لقضايا المرأة من قبل السلطة، يعني الحكومة والبرلمان أيضا بعيد عن أي تشريعات تتبنى قضايا المرأة بشكل عام، وهذه لاحظناها من سمعنا من خلال السيدة النائبة انتصار لجنة المرأة، ما حققت أي شيء لهؤلاء ولم تحقق للمرأة العراقية شيء ملموس. يعني مجلس النواب من تجي قضية المرأة دائما يتركها ويضعها في زاوية أخرى أو يقوم باقتراح قوانين ليس في صالح المرأة، وإنما حجر المرأة وحجرها وأيضا المزيد من يعني الكبت والحرمان للمرأة، بينما المرأة في الدستور العراقي هي مواطنة كاملة الحقوق وكاملة الأهلية وإلها حقوق سياسية مدنية اقتصادية اجتماعية ثقافية. نعم. ومنها أيضا الدستور اللي نص على ضرورة أن مراعاة قضايا الأرامل والثكالة إلى آخره والفقر والعوز. إحنا نعم. اليوم المرأة هي اعذريني على ضيق الوقت سيدة هناء، كان بودنا أن نستمع إليك أكثر من ذلك. رئيسة جمعية الأمل العراقية سيدة هناء إدوار، أشكرك جزيل الشكر.